يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل عند وجود فرجة في الصف هل لي أن أتنازل لآخر عنها أم لا أوثر على نفسي بذلك وأسبقه؟ إن كان هو الوالد ولا من أهل الفضل وتقدمه لفضله أو لحقه عليك فلا مانع من ذلك، لا مانع من ذلك. نعم. يقول يعني ما قدمته زهدا في المكان أو زهدا في الفضل، إنما قدمته لأجل حقه ومكانته وتوقيره. نعم.